الدور الاول فاز مانشستر سيتي على ليفربول بنتيجه 2-1. تاني على طول سواريز، يا سلام يا سلام يا سلام يا ولد يا ولد، لا 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 شوف العمق ليتقدم ليفربول اي سباكيتي يا ولد، انتقلت الى ليفربول. شوف الجميلة، شوف الثقة، ثقة ثقة ما بعدها ثقة. 19 سنة ويقدم هدف يساوي 90 سنة من الخبرات ومن الإمكانيات، وفرحة روجرز كبيرة. قال لا أشعر بالضغط، ليس لدي أي ضغط، لا ضغوط على الفريق ولا على اللاعبين، نعيش في مشاكل في دفاع المان سيتي وفي تفوق كبير في هجوم ليفربول على المستوى الحركي على مستوى الكرات الثابته. وجيرارد سادس مره يكون احسن او اللاعب الشهر في كره القدم الانجليزيه، السابع تاريخيا لسكرت هذا الموسم، يسجل هدف ثاني. لا 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 لا، ذكرى واي ذكرى، روعه واي روعه، ضربه راس صعبه على كل الحراس، تسعد كل الناس من عشاق ليفربول في ذكرى ال 25 لوفاه ال 96، انتصار بثنائيه حتى ال 26. نعم نعم نعم، لقطات تاريخيه ولحظات تاريخيه. وسابع اهداف السلوفاكي سكرتل بضربه راس حسب الميعاد، حسب الميعاد يا حبيبي، ضربه راس صعبه على الحراس، واي الحراس جهاره الدوري الانجليزي يصطاد مرمى ثاني الاهداف، وتصبح النتيجه ثنائيه لليفربول. الله 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 الله، من العمق مرة، بالسباكيتي مرة، ضربة رأس من كرة ثابتة مرة، ليفربول يتفوق في كل مرة، وثنائية حتى الآن في مرمى السيتي. الله الله الله. 2-0 سكرتل، مدافع يسجل 7 أهداف ب 10 مليون استرليني، انتقل الكبير جدا جدا أقصى اليمين على طول، تقدم ميلنر بعد نزوله، يقتحم منطقة الجزاء، يعدي ويمر يا ولد، هدف تقليص الفارق، هدف تقليص الفارق، عملوها 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 عملوها، وبأقدام ميلنر وديفيد سيلفا سجلوها. ديفيد سيلفا يسجل هدف تقليص الفارق، تبديل رائع للمدرب بلغريني، عنده رؤية اقتحام منطقة الجزاء، وان تو من أجمل ما يمكن، اقتحم منطقة الجزاء اقتحاما عرضية أرضية، وبقدم يسارية يتقدم ويقلص الفارق لتصبح النتيجة 2-1 2-1. تزداد المباراة إثارة، وتزداد متعة، وتزداد قوة، وتزداد رغبة من الفريقين في الثلاث نقاط. تاني على طول سمير نصري، كليشي، مهارة جميلة من الفرنسي، يعدي ويمر من جديد ميلنر، الله 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 الله. الجواب باين من عنوانه، وحارس المرمى واضح واضح في اللقطة الأخيرة عنوانه. المان سيتي يتعادل، المان سيتي يعود، أي مباراة، أي قوة، لا 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 لا، انتهى عصر الصراخ والبكاء واللعب بالمشاعر، لا صراخ فاللقاء يصرخ من فرحة الأداء، ولا بكاء فاللقاء يبكي بدموع الفرح، ولا شعر ولا شعراء فاللقاء يقدم أجمل لوحة زجلية لكرة القدم الإنجليزية، مشاعر مختلفة. انتصار شوط أول ليفربول 2-0، المان سيتي يعود في الشوط الثاني بقوة بإصرار وتبديلات، الله عليك الله عليك، فهي عزيمة الرجال، عزيمة الرجال وهمة المحاربين ومهارة الموهوبين وتبديلات المدربين. المان سيتي رفع شعار راجعين راجعين راجعين، نعم بهدفين 2-2، وبال بلغريني يبرهن على انه كوتش كوتش كوتش، هذا هو الكوتش. اللي الظهير الايمن، ولكنه صنع 6 اهداف. تاني من جديد كومبوني، غلطه الشاطر بيلف يا ولد،
غلطة الشاطر بألف يا ولد، وهدف بألف هدف يا ولد. يخطأ كمبري لكن كوتينيو لا يخطئ ويسجل هدف الثلاث نقاط. قد يكون هدف الثلاث نقاط كوتينيو البرازيلي يصطادها. نعم نعم نعم، قلنا ونقول دائما وأبدا السمكة يجب أن يبقى فمها مغلقة ولا يصدها أحد. أغلق فمك. فتح فمه، تم اصطياده، ويا له من اصطياد، ويا له من هدف، ويا له من تمركز. بص شوف رقم 10 واقف فين، شوف ردة الفعل. لا 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 لا، الله عليك الله عليك، تسلم رجليك يا حبيبي. ويا جماله يا جماله، على شماله حطها له ليتقدم الليفر من جديد 3-2 3-2. يا قوتها يا دقتها يا توقتها. مع الدقيقة 79 يتقدم الليفر بثلاث أهداف مقابل هدفين ويحيى